مستمرين مع حضراتكم في يوم جديد، ودلوقتي هنتكلم اكتر مع دكتورة امل محمد غنيم، استاذ التربية الخاصة المساعد كلية التربية جامعة قناة السويس، عن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس العادية بين الواقع والمأمول. نعرف منها التفاصيل اكتر، بمعنى ايه دمج، وايه هي الاليات اللي بتتم، ودور المؤسسات التربوية المختلفة سواء مدارس او جامعات، وتفاصيل اكتر تخص هذا الموضوع. دكتورة امل اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك منورنا. فندم، واهلا وسهلا بالساده بحضرتك المشاهدين. اهلا بحضرتك، حضرتك استاذ التربيه الخاصه مساعد كليه التربيه جامعه قناه السويس، وعضو الجمعيه المصريه لصعوبات التعلم، وعضو الجمعيه المصريه ايضا للدراسات النفسيه، و ده كافي جدا ان حضرتك تكوني مشرفانا النهارده نتكلم اكتر ونعطي فكره للساده المشاهدين عن مفهوم دمج ذوي الاحتياجات الخاصه بالمدارس العاديه، يعني ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية الدمج ده مش وليد اللحظة، يعني الدمج دوت عشان يظهر بالصورة اللي هو عليها دلوقتي خد مراحل كتير. المراحل دي ارتبطت ارتباط وثيق باتجاهات الناس أفراد المجتمع نحو ذوي الاحتياجات الخاصة. كان زمان الناس بتبص للمعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بص فيها نوع من الرفض والعزل والإنكار، يعني الاتجاهات كانت سلبية بدرجة كبيرة جدا نحو ذوي الإعاقة. عشان كده اللي هو الاتجاه ارتبط بأساليب الرعاية، يعني كل ما كان الاتجاه سلبي كل ما كان، يعني لما كان بيبصلهم بعين من الرفض والعزل والإنكار كان ايه الممارسة اللي بيعملوها ناحية ذوي الاحتياجات الخاصة، كانوا بيعذبوهم، بيرموهم للحيوانات تاكلهم، يقولوا الناس دي ملهاش لازمة في الحياة، هم عبارة عن أرواح شريرة شيطانية إلى آخره. شوية شوية بدأت العملية تتطور، بدل ما كانوا بيعذبوا الناس ديت لأ، بدأوا يحطوهم في مؤسسات كبيرة هي كانت أشبه بالسجون، فيها نوع من العزل عن بقية أفراد المجتمع، ولكن كانت أرقى شوية من المرحلة الأولى. كانوا بيقدموا للناس دول اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة المأكل والمشرب والملبس، ثم بدأت العملية تتطور شوية لمرحلة التأهيل والتدريب. المرحلة دي بدأت في القرن ال19 مع ظهور الثورات الفرنسية والأمريكية، ابتدى فيها الاهتمام الحقيقي بذوي الاحتياجات الخاصة. دي كانت في القرن ال19، عشان كده بيقولوا إن جذور التربية الخاصة بترجع للقرن ال19. ثم بعد كده وصلنا للمرحلة الرابعة وهي مرحلة الدمج. الدمج دوت ما ظهرش بصورة عشوائية، ظهر نتيجة قوانين وتشريعات كان أبرزها القانون الأمريكي لسنة 1975، واللي هو بيقول التربية والتعليم لكل الأطفال المعاقين. طيب إيه هو بقى مفهوم الدمج؟ مفهوم الدمج هو إن الطفل المعاق أو ذوي الاحتياجات الخاصة ده يتلقى تعليمه في الفصل العادي جنبا إلى جنب مع الأطفال العاديين، أو بمعنى أصح في أقل البيئات التعليمية تقييدا. طيب يعني إيه أقل البيئات التعليمية كنت لسه هسأل تقييدا حضرتك بقى؟ بالظبط. هو الـ على رأسها الفصل الدراسي العادي، ولكن ليس شرطا إن يكون البيئة الأقل تقييدا هي الفصل الدراسي العادي. في بدائل أخرى للدمج، إيه هي؟ يعني ممكن يكون معايا الفصل الدراسي العادي مع معلم مستشار، ممكن يكون الفصل الدراسي العادي مع معلم متجول أو متنقل، ممكن يكون غرفة مصادر، ممكن يكون فصل خاص، والفصل الخاص ده إما الطفل بيستمر فيه طول اليوم أو بعض الوقت، يعني هو إما دوام كلي أو دوام جزئي. طيب فصل دراسي عادي مع معلم مستشار ده بيعني إيه معلم مستشار؟ إحنا عارفين فصل دراسي عادي، لكن يعني إيه معلم مستشار؟ يعني معلم عنده خبرة واسعة وشخص مؤهل بيقدم الاحتياجات، المعلومات، المعارف، المهارات اللي محتاجها المعلم اللي هيتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة مباشرة. يعني المعلم المستشار ده خدماته بتكون مع أو للمعلم، وليس اللي هي بتنصب بطريقة غير مباشرة على الطالب يعني، لكن احتكاكه المباشر مش مع الطالب. طيب بالنسبة للبديل التاني بقى اللي هو المعلم المتنقل ده، يعني فصل عادي مع معلم متنقل، المعلم المتنقل ده هو معلم يتنقل ما بين المدارس اللي فيها ناس ذوي احتياجات خاصة. بيعمل ايه؟ بيقعد وفق جدول زمني معين مع ذوي الاحتياجات الخاصة دي، بيقدم لهم الخدمات اللي هم محتاجينها في مقرر معين او في مهارة معين. بيجي بعد كده البديل اللي هو رقم 3، غرفة المصادر. عبارة عن ايه غرفة المصادر؟ انا بقول الكلام ده يا حضرتك ليه؟ لان في كتير من الناس، والكلام ده انا لمسته من خلال الواقع وانا بتعامل مع اللي هم المعلمين والطلبة،
فاكرين ان طالما قلنا دمج يعني فصل دراسي عادي، لا هو مش بالضرورة يكون الدمج احط الطالب في فصل دراسي عادي، لا انا بحطه في البيئة المناسبة ليه اللي هنقدر من خلالها نلبي احتياجاته التربوية المختلفة. هي طيب مناسبة لي، بس احنا محتاجين في هي الأساس في عندي بدايل ليها بقى، أها فاللي بنقول فيه ده هي البدايل. تمام، اتفضل حضرتك. يعني أقصد إن احنا محتاجين في الأساس فكرة الدمج، إن هو يبقى مع الناس العادية بالظبط كده، بيبقى معاهم ولكن بدرجات مختلفة بقى، حسب معاهم تختلف حسب الإعاقة الدرجات. بالظبط كده، على حسب درجة الإعاقة وحالة الطفل. كويس، طيب هي درجة الإعاقة لسه هنتكلم فيها بعدين، هو بصفة عامة في الدمج بيقبل ذوي الإعاقات البسيطة، لكن طبعا حالات الأطفال بتختلف وفي حاجات تانية بتكون مترتبة على الإعاقة، يعني في سلوكيات طيب تانية فدي بتبقى حالة الطفل بقى. هيطلع لنا سؤال مهم، يمكن نكون جاوبنا عن جزء منه في اللي فات، لكن لو حبينا نخليه في إطار شامل، حد هيقول لنا إيه هي أهداف الدمج ده؟ هو الدمج طبعا ليه أهداف كتير، بدايتها إن هو بيزود الاتجاهات الإيجابية نحو ذوي الاحتياجات الخاصة، كويس وهو في حد ذاته يعني الدمج زي ما قلنا في مراحل التطور جه نتيجة الاتجاهات الإيجابية، لأن المراحل اللي قلنا عليها دي هي كانت عبارة عن تطور الاتجاهات من السلبية للإيجابية. فأول حاجة من أهداف الدمج أو ممكن نقول مبررات الدمج اللي هي الاتجاهات الإيجابية نحو ذوي الاحتياجات الخاصة، كون الطفل المعاق موجود في الفصل الدراسي العادي مع أقرانه العاديين، إذا ما فيش فرق ما بين الطفل العادي والطفل المعاق، يعني بيبقى هم شركاء في الفصل، بيتلقوا الخدمات التربوية اللي بيتلقاها أقرانهم العاديين، اللي بيبدأ الأطفال نفسهم اللي هم الأقران يبصوا لهم بصة عادية مع الوقت. طيب رقم اتنين بالنسبة للأهداف إن هو بيزود فرص التعلم لأكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني إيه بيزود فرص التعلم لأكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أنا عندي في ناس من ذوي الاحتياجات الخاصة ما عندهاش فرصة لإن هي تتلقى خدمات التربية الخاصة، ليه؟ لأن في شروط معينة لمن يصبحون مؤهلين لتلقي خدمات التربية الخاصة. طيب عشان ما عندهمش الفرصة فالدمج بيوفر لهم الفرصة لأن هم يستفيدوا، وجوه المدرسة العادية اللي هي هتبقى مؤهلة للدمج بقى في نوع من خدمات التربية الخاصة اللي بتقدم ليهم فيقدروا يستفيدوا من خدمات الدمج دي. رقم ثلاثة إن هو بيزود الفرصة لحدوث نوع من التكافؤ الفرص بين والمساواة، وبيحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والكلام ده كله. بعد كده الدمج ده بيعمل نوع من اللي هو التخفيف على أولياء الأمور دول، بخفف عنهم إيه؟ أنا عندي الطفل بيدمج في أقرب مدرسة للمكان اللي هو قاعد فيه، تمام اللي هي مدرسة عادية للمكان اللي هو موجود فيه. طيب ده بيعمل إيه بقى بالنسبة للأهالي؟ بيوفر لهم حتة حركة التنقلات إن هم يروحوا مدارس خاصة بتكون بعيدة عنهم، وبالتالي برضو بيوفر برضو العبء وبيشيل العبء على الطفل نفسه، لأن ممكن الطفل يكون تعبان أو كده مش من الحركة وكمان المستمرة. بالظبط كده، وكمان الطفل ممكن لو المسافة بعيدة يعني المدرسة بعيدة عن بيته هيضطر يبات في المدرسة اللي هو هيقيم داخل في المدرسة، فهيبعد عن أهله فترة كبيرة. وفي فطبعا مراحل سنية مهمة انه يكون هو موجود في البيت. بالظبط كده، اللي هو هو في حاجة لان هو يكون موجود صحيح. مع اسرته، فده هيقرب المسافة برضو بين الاهل وبين الطفل في المدرسة. طيب عندي طيب سؤال من ضمن الأهداف، يمكن في الهدف الأول قلنا ان هو كل الأهداف إيجابية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن حضرتك ذكرتي في الجزء في أول هدف منهم إن الطلاب العاديين بيكونوا شايفين إن الأمر بالنسبة لهم أمر عادي وإن التعامل معاهم عادي. هل في أهداف تانية تخص الطلاب العاديين نفسيا أو في طريقة التعامل؟ هل بيتم مثلا توعية الأطفال العاديين إن الشخص ده هو زميلك وهو زيه زيك بالظبط ومفيش فرق بينك وبينه؟ يعني أقصد إن كمان نقدر نستفيد من الناحية الإيجابية للأطفال العاديين في طريقة تعاملهم مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هو من ضمن أهداف الدمج برضو اللي احنا ما قلناهاش اللي هي زيادة فرص التفاعل الإيجابي ما بين الأطفال العاديين وما بين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كويس ولكن عشان نخلي نظرة الأطفال العاديين إيجابية نحو ذوي الاحتياجات الخاصة، على فكرة ده شرط من شروط الدمج،
يعني ايه شرط من شروط الدمج؟ يعني من شروط نجاح عملية الدمج ان احنا نوعي الاطفال العاديين بضرورة تقبل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لان هو حد لسه اول مرة يشوفه بيتعامل ان هو في نوع من الاختلاف، في نوع من الفروق الفردية بين الاطفال دول. فلازم الاطفال اللي هم العاديين يكونوا متعودين او عندهم اللي هي حتة ثقافة تقبل الاختلاف وتقبل الاخر دي. المفروض طبعا الكلام ده يبدأ من بدري في مراحل عمرية مبكرة شوية، عشان كده الدمج في مرحلة رياض الأطفال بيبقى أفضل. يعني لو جينا نتكلم عن الدمج في مرحلة رياض الأطفال وفوائد الدمج في مرحلة رياض الأطفال، هنلاقيها بتكون أعلى، والدمج بيؤتي ثماره بشكل أكبر من الدمج في مراحل متأخرة شوية. ليه في مراحل رياض الأطفال بيكون أحسن؟ لأن إحنا بنربي الأطفال دول في طلعتهم كده، يعني بيطلعوا جنب بعض، مش حاسين باختلاف. فالامور بتكون بيطلعوا بقى بيدخلوا الابتدائي ثم الاعدادي ثم الثانوي، فالعمليه بتكون الفروق اللي بينهم بتكون دابت نوعا ما، فبيكون افضل بكتير طب ايه بالنسبه كمان، للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. ايه كمان يا دكتور من شروط الدمج علشان يعتبر ان احنا عندنا دمج ناجح، او يبقى فيه شروط معينة عشان ينجح الدمج ده؟ شروط الدمج كتيره، وممكن زي اي مشروع هو تجربه نظام محتاج شروط عشان ينجح. طيب ايه هي بدايات شروطه؟ الشروط ديت منها بيرتبط بالعامل البشري ومنها بيرتبط بالعوامل المادية. العامل البشري اهم من العامل المادي. بمعنى ايه؟ العامل البشري لو اتكلمنا عنه هنتكلم عن النواحي المعنوية او النواحي الوجدانية او النفسية او الانفعالية. طيب ده بيعني ايه برضو؟ يعني ان احنا اول حاجة بنعملها عشان احنا المدرسة ديت هتبقى مدرسة فيها دمج. طيب ايه اول حاجة اللي احنا المفروض نعملها؟ ان نوعي الناس دول عايزين نخلي اتجاهاتهم ايجابية نحو الافراد ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الاعاقات. طيب مين اللي موجود في المدرسة محتاجين يعني نزود اتجاهاتهم الايجابية، او محتاجين يكون في نوع من التقبل نحو الاشخاص المعاقين دول؟ بداية المدير، المعلمين العاديين، الطلبة العاديين، أولياء أمور الأطفال العاديين. فإحنا محتاجين ننمي اتجاهاتهم الإيجابية عشان خاطر ده بينعكس بشكل إيجابي على ممارساتهم السلوكية اللي بيتخذوها ناحية الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة. ليه؟ لأن الممارسة أو الفعل اللي أنا هعمله مرتبط بالاتجاه. طيب طيب اتفضل. ده هو في شروط كتيرة جدا للدمج، يعني لو في وقت مع حضرتك اه ممكن ممكن نقولها. نكمل. طيب اهم ده الشروط. بالنسبة للجانب البشري اللي هو الاتجاهات أو التقبل. طيب إيه بقى الحاجات التانية مرتبطة بالعوامل المادية؟ طيب منها على سبيل المثال اللي هي التسهيلات اللي المفروض تكون موجودة في المدرسة. المدرسة دي مدرسة هيبقى فيها دمج، يبقى احنا لازم نسأل نفسنا الأول، طيب ايه هي الفئات اللي هيتم دمجها؟ ليه بقى السؤال ده مهم؟ لأن كل فئة ليها مجموعة من الاعتبارات في حال الدمج. يعني لو قلنا الفئة معاقين فكريا، يبقى في اعتبارات لازم ناخدها بشأن المعاقين فكريا. معاقين حركيا، يبقى في اعتبارات خاصة بالمعاقين حركيا، وهكذا بالنسبة للمعاقين سمعيا وبصريا وذوي صعوبات تعلم إلى آخره. فلو افترضنا على سبيل المثال إن الناس اللي هيتم دمجهم دول ذوي إعاقة حركية، يبقى ايه اللي مطلوب يتم توفيره في المدرسة؟ مطلوب مننا عايزين مصاعد، عايزين نوسع الاماكن في او يكون في مساحة كافية في المدرسة عشان خاطر الناس دول بيكون معاهم مثلا في كرسي متحرك، في عكاز، فمحتاج مسافة كبيرة عشان خاطر يقدر يتحرك وهكذا. محتاجين ايضا غرفة مصادر تكون موجودة في المدرسة، وغرفة المصادر دي هي عبارة عن غرفة، لان دي غرفة المصادر ديت هي بمثابة بديل من بدائل الدمج، احنا محتاجينها في كل مدرسة. طيب غرفة المصادر دي محتاجة إعدادات ومحتاجة معلم اسمه معلم غرفة المصادر. طيب إيه هي الإعدادات المطلوبة في غرفة المدرسة؟ مطلوب تكون مجهزة بالأدوات اللازمة على حسب نوع الفئة اللي جاية. لو افترضنا مثلا إن الفئة اللي هيتم دمجها دي ذوي إعاقة بصرية، طيب إحنا محتاجين إيه؟ محتاجين آلات برايل، محتاجين ورق برايل، محتاجين إقلام برايل، محتاجين اللي هو آلة بيركنز، وما محتاجين اللي هو الأدوات اللي الأدوات، هتساعدنا على نجاح كل فئة ما يخصها من الأدوات. صحيح. طبعا.
طيب الإعداد الجيد مهم جدا، والتخطيط لعملية الدمج محتاجين نعرف كام واحد هيتم دمجه فيه، لأن في عدد معين من الأطفال في نسبة وتناسب ما بين الأطفال العاديين والأطفال ذوي الإعاقات الخاصة المفروض يكون موجود معانا في الفصل، لا يكونوا قليلين، العدد ده ما يكونش قليل ولا يكون كتير، لأنه لو قليل هيحسس الطفل عندي اللي هو المعاق بالعزلة، يعني هو شخص وحيد ما بين الناس، فهيبقى في نوع من الإحساس بالعزلة. طيب لو هم كتير انا مش هقدر كمعلم بقى البي احتياجات الناس الكتيره دي اللي موجوده في الفصل اضافه الى الناس العاديين اللي معانا، بقى هيبقى العدد كبير جدا علينا. طيب حاجه مهمه جدا برضو من شروط الدمج اللي هو يكون في اليه للمساءله. بمعنى ايه؟ ان الدمج ده محتاج فريق، يعني الدمج ده مش مسؤوليه حد بعينه في المدرسه، ده مسؤوليه زي ما يعني اشرت قبل كده، مسؤولية مدير، مسؤولية معلم عادي، مسؤولية معلمين ذوي احتياجات خاصة تاني، مسؤولية أخصائيين، أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي، وطلبة عاديين، أولياء أمور الناس المعاقين، أولياء أمور عاديين، وهكذا. فعندي فريق اسمه فريق دمج، الفريق ده هو فريق عشان في تعاون، عشان كل واحد فيهم ليه دور المفروض يكون مسؤول عن دوره وأدي دوره. طب أنا إيه عرفني إن فلان ده إن المدير بأدي دوره، إن المعلم بأدي دوره على أكمل وجه، إن كل شخص من الأشخاص دول بيأدي دوره؟ يبقى لازم يكون في نظام للمساءلة أو المحاسبة. طيب المساءلة أو المحاسبة مش معناها إن أنا يعني أقف بالعصاية لكل واحد، لأ، إن أنا يكون عندي نظام أشوف الوسائل والأدوات اللي اتحققت بيها الأهداف دي. يعني هو مش شرط عند الهدف يكون اتحقق بنسبة 100%، ولكن خطايا اللي انا واخدها نحو الهدف دي هي خطى صحيحة ولا لا؟ لازم يكون في تقييم كل فترة للي بالظبط، بيحصل. بالظبط، طب نظام للتقييم. عندي سؤال مهم اول حاجة، هل المدارس بقى مؤهلة للتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل جيد، او هل المدرسين اللي هيتعاملوا محتاجين ياخدوا دورات تدريبية، او في مدرسين معينين هم اللي لازم يكونوا مؤهلين للتعاون او للتعامل بشكل عام مع الطلاب دول ولا لا؟ هو ده مش سؤال واحد، ده أسئلة كتيرة. المدارس هو مؤهلة ولا لا، والدورات التدريبية هو حتة للمعلمين؟ مدارس مؤهلة ولا لا، طبعا هو في شغل جامد على هذا الصعيد بيتم، ومن حيث الدورات التدريبية ديت يعني أحدث برنامج تدريبي تم، كنت أنا من ضمن الأعضاء المدربين فيه، ده كويس. بالتعاون مع أعضاء القسم بتاعنا برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان، و طبعا بتصديق من الاستاذ الدكتور عميد الكليه والاستاذ الدكتور رئيس الجامعه. كان البرنامج ده بعنوان برنامج تدريبي طبعا بيستهدف الموجهين، موجهين المواد وموجهي العموم والموجهين الاوائل، ده كان بعنوان الدمج التعليمي والتطبيقات التكنولوجيه المساعده. ده كويس. طبعا كان جاي باتفاقيه أو تعاون ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية المهنية للمعلمين. كانت ايه اهم البرنامج؟ يعني ايه أهم يعني النقاط اللي بنقولها؟ ازاي بقى في ربط طبعا له علاقة بالتكنولوجيا؟ هو البرنامج ده أصلا هدفه توعوي، كويس، وهدفه ده بيعتبر حاجة دعت إليها مادة في القانون أو في القرار الوزاري اللي هو 252 لسنة 2017. طبعا في قرارات وزارية كتيرة ديت، يعني القرارات دي صدرت بخصوص الدمج دي، وده بينم عن الاهتمام بالدمج واهتمام وزارة التربية والتعليم، اللي هي دي يعني كأحد الوزارات اللي موجودة في الدولة، وبينم في المقام الأول عن اهتمام الدولة نفسها بالدمج وبقضية ذوي الإعاقات المختلفة. طيب اللي كان هدفه في المقام الأول إن هو يوعي الموجهين. العناصر اللي تناولها البرنامج دي كانت طبعا الدمج وتعريفاته والبدائل التربوية اللي احنا اتكلمنا عليها، وذوي الإعاقات المختلفة بقى، واخد الفئات كلها بمستوياتها، يعرف الناس دول بالفئات ديت بخصائص، بازاي نتعامل معاهم، وده اهم حاجه طبعا. طيب ليه استهدف المديرين او الموجهين على اختلاف التخصصات بتاعتهم؟ ليه؟ لان الموجه ده طبعا بيتعامل مع معلم،
عشان ما يكونش في فجوة ما بين اللي بيعمله المعلم وما بين إرشادات وتوجيهات الموجه. فده كان لمسة كويسة جدا على فكرة. وبالنسبة للمعلمين ففي تدريبات كتيرة للمعلمين تمت على مدار السنين اللي فاتت بخصوص الدمج. طيب، والحمد لله البرنامج يعني جاب ثماره. يعني اللي عرفنا الكلام ده طبعا كان في نوع من التقييم في نهاية البرنامج، الناس استفادت وحبت البرنامج جدا. و والموجهين بعد كده بدورهم بينقلوا ده بالظبط للمدرسين، بالظبط وبالتالي كده. يكون في نوع من التأهيل. طب حضرتك لما قلت لي على المدارس ان بيبقى في عمل على الصعيد ده، ايه هي ابرز الامور اللي لازم تكون موجوده في مدرسه عشان نعتبر ان المدرسه دي مؤهله لدمج ذوي الاحتياجات الخاصه؟ هي أبرز الحاجات اللي المفروض تكون موجودة فيها تم إدراك بعضها ضمن عوامل الدمج. هي دي عوامل نجاح الدمج. يعني عوامل نجاح يعني إيه؟ هي الحاجات المفروض تكون متوفرة أو موجودة عندنا عشان خاطر الدمج ينجح. كويس. طبعا الحاجات دي قلنا بعض منها في ما يخص العنصر البشري وما يخص النواحي المادية من حيث تسهيلات وغرفة المصادر وفريق اللي يكون في عندي نوع أخصائيين على اختلاف التخصصات بتاعتهم، أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، معلم تربية خاصة. ليه؟ لأن المعلم العادي مش هيقدر يقوم بالمسؤولية لوحده، مش هيشيل كل ده. المعلم العادي في ظل الدمج هو المسؤول، اي نعم في المقام الاول عن الدمج، ولكن مش هيقدر يشيل لوحده، ان في ضغط كبير على كاهل المعلم والعمليه واسعه، طب انا والتعامل مع ذوي عندي الاحتياجات سؤال الخاصه يعني محتاج نوع من محتاج الصبر برضو، ومحتاج والخبره والتخصص. بالظبط كده. طيب هو حضرتك بتقول لي معلم تربيه خاصه، هل هو ده قسم في الجامعه في الكليه عندكم، ولا دي مواد بيتم دراستها على مدار الكليه كلها؟ يعني حضرتك استاذ مساعد تربيه خاصه في كليه التربيه. تمام. هو في قسم للتربية الخاصة في كلية التربية كويس. جامعة قناة السويس. القسم ده بقى يعني من ضمن الخدمات اللي بيقدمها ان هو بيستهدف المعلم في المقام الاول. طيب يعني بيديه ايه للمعلم، او ايه الخدمات اللي بيقدمها للمعلم دي؟ طبعا المعلم اللي هو الطالب المعلم، يعني الطلبة اللي موجودين دول هم اللي هيكونوا معلمين انا المستقبل. اقصد هل في قسم تخصص منفصل للتربيه الخاصه في الجامعه، ولا مواد لا، بيتم تدريسها؟ في قسم ده كان خاص سؤالي. بالتربية الخاصة في جامعة قناة السويس، وفي التخصص بقى. كليات بقى خاصة خاصه بالتربية بده. الخاصة كويس. في الزقازيق، في بني كويس. سويف. يعني في اهتمام على مستوى الجامعات بالتربية الخاصة. طيب تمام، كويس قوي. خلينا نتكلم عن دور وسائل الاعلام اللي حضرتك شايفاه في توعيه المجتمع بالإعاقة بشكل عام وبقضية الدمج. هو طبعا دور وسائل الإعلام واضح بدليل إن احنا بنتكلم دلوقتي موجودين وبنتكلم في البرنامج عن الدمج. وسائل الإعلام من وسائل التنشئة الاجتماعية كما هو معروف، وهي وسيلة مهمة جدا جدا عشان تنقل التوعية لأفراد المجتمع. طيب باعتبارها بقى يعني بتست يعني تستخدم أدواتها الكتيرة والمتنوعة، تقدر تخدم شريحة واسعة جدا من فئات المجتمع دي، سواء كانت بقى أدواتها دي سمعية بصرية، سمعية وبصرية مع بعض، إلكترونية، ورقية، منطوقة، مكتوبة إلى آخره. وبتستخدم أدواتها دي بشكل برضو شيق، يعني تقدر تعمل الخدمات أو تقدم الخدمات لأفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم بشكل جيد. طيب إيه هي الخدمات بقى اللي تقدر تقدمها وسائل الإعلام؟ توعية أفراد المجتمع بالإعاقة، تعرفهم مين هم المعاقين، إيه هي فئات الإعاقة، إيه إزاي نتعامل مع المعاقين دي، إزاي نقدم خدمات للمعاقين كأفراد ولأولياء أمور المعاقين دول. بمعنى إيه؟ أولياء الأمور أحيانا بيبحثوا عن أماكن يتوجهوا إليها عشان خاطر يتلقوا الخدمة المناسبة بخصوص الطفل. طب ما بيكونوش عارفين، وفي كتير منهم ما عندوش خبرة بالحاجات ديت، وما بيعرفش يقرأ، ما بيعرفش يكتب، فمحتاج نوع من التوجيه والإرشاد. طبعا وسائل الإعلام من أكتر الحاجات اللي ممكن تدلهم. وسائل الإعلام ليها دور كبير جدا في تكوين الاتجاهات الإيجابية نحو ذوي الإعاقة برضو، والتخلص أو تعديل الاتجاهات السلبية. بمعنى إيه؟ في ارتباط وثيق جدا ما بين وسائل الإعلام وما بين اتجاهات أفراد المجتمع نحو الإعاقة. الاتجاهات كبير جدا على ممارسات أو سلوكيات الأفراد نحو ذوي الإعاقة، وعلى نفسية الطلبة دول، إن نفسيتهم بتتأثر لما حد طفل معاق عندي يلاقي حد نبذه ويلاقي نفسه مرفوض
من قرينه، من أخوه، من أي فرد من أفراد المجتمع، ده طبعا بيحس بالدونية وبانعدام الثقة بالذات، ودي طبعا بيكون لها مشكلات تانية على صحيح. وآثار سلبية تانية على صحته طبعا. طيب دكتورة، أخيرا محتاج أعرف من حضرتك، إيه هي جهود الدولة نحو الأفراد المدمجين بالمدارس العادية؟ الدولة ليها دور واضح جدا وملموس، وطبعا ما فيش حد يقدر ينكر الأدوار اللي بيقوم بيها سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو المعاقين. سيادته اهتم بيهم بشكل كبير جدا بخلاف الفترات السابقة. الاهتمام ده ظاهر في المؤتمرات، ظاهر في الاحتفالات العالمية اللي صحيح. بتتم، وكمان سيادته خصص لهم مؤتمر عنوانه قادرون باختلاف. في المؤتمر ده بيتم فعالياته في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة دول. برضو من ضمن اهتمامات الدولة مجموعة القرارات الوزارية اللي صدرت بخصوص الدمج، واللي منها القرار اللي أنا ذكرته سابقا دوت 252 لسنة 2017. والقرار دوت طبعا تناول كل ما يخص الدمج، يعني لو في أي حد عنده سؤال ما يعرفوش بخصوص الدمج ده القرار ده يقدر تحديدا. بالظبط كده، في إجابات لأسئلة كويس، كتيرة كنا محتاجين إجابة ليها عن صحيح. الدمج. الحقيقه بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مجهود واضح كبير حضرتك بتعملوه كمان. يمكن دايما بنقول ان الجامعه هي الاساس في كل حاجه، الجامعه هي الاساس مش بس في تعليم الطلاب بل كمان في المشاركه المجتمعيه، وان انتم كمان بتشاركوا بالمبادرات بتاعتكم وتروحوا للمدارس او بيبقوا معاكم الموجهين بتعملوا لهم دورات تدريبيه في تعاون مشترك بين الوزارات المختلفه. مجهود هايل دكتور، بشكرك عليه شكرا جزيلا، شكرا وبنشكر لك القسم استاذ، عندكم وكليه التربيه جامعه قناه السويس. شكرا دكتوره امل محمد غنايم. شكرا جدا لحضرتك.